نحن ببلش مطبخنا الصبح الساعة 7، منبلش بتحضير الإفطار للصائم، منه توزيعه، وفي منهم بنبعتهم على البيوت اللي ما بيقدروا يظهروا، الستات الكبار، الرجال الكبار بالعمر، ومنوزع للناس المحتاجة. في ناس بتيجي بتقعد هون بتفطر. سنوياً بشهر رمضان جامع حضر القادرية متبني موضوع إطعام المساكين والفقراء، مذاب 3 وجبات يوميا، صبح 10:30 تمن بسبكي زائد مرقة حمراء زائد تشريب دجاج، بالوحدة ونص شوربة عدس طبعا بيكون بيها لحم ايضا وصمونتين ولبن زائد تمر. هاي العوائل كلنا شغالين مع بعض، كل واحد بيعمل حاجة، كل واحد ليه تاسك، اللي بيحط المية، اللي بيحط الاكل، اللي بيقفل الكاس، اللي بيحط في الكراتين، فكل واحد عنده حاجة يعملها وكلنا في الآخر بنطلع نتيجة كويس. بأم وائد الرحمن يوميا حوالي 2000 شخص من النساء والرجال والأطفال، وهو مفتوح لعابري السبيل، أي شخص بيقدر يجي يتناول وجبة الإفطار. بالإضافة لذلك بتم توزيع كمان 3000 وجبة يوميا بموائد الرحمن بمختلف محافظات المملكة. رمضان بالنسبة لنا هو موسم الخير عموما، بما يحتوي من تبرع أو تطوع أو أي خير واحد بيعمله.